الحمد لله الحمد لله، كانت حفلة حلوة، إن شاء الله تعجب اللي شافوها، وإن شاء الله تنال إعجابكم، إن شاء الله تنال بأقلام الصحفيين الكلمة الحق. الحمد لله، هذا أنا واجبي، بحب المغرب من قلبي، بحب جمهوري حبيبتي. لما ينزل نتكلم عن الجديد، بس إن شاء الله مش حيكون أقل مستوى من اللي نزل من قبل. إن شاء الله إن شاء الله، رمضان كريم عليكم، عيد مبارك. بتمنى الرواء دائما وتهدى بين كل البلاد العربية، ويوقف الذبح والحرب بكل شتى الدنيا، خصوصا ببلد سوريا وبلبنان وبمصر وبالعراق، بكل الدنيا حلو السلام، الذبح مش حلو. يا رب عشان ضلنا نغني ونفرح، طول عمرك، وإن شاء الله بتضل المغرب عامر يا رب، يبعد عنا الشر. الحمد لله، هذا شرف لي، وكان بدي انتقال المجنون، بس هو ثابت برا الرباط، بنوجه تحياتنا للملك، هو ملك بأخلاق، وأما يكون ملك المغرب هو العائلة، تحياتي للجميع. حي كل جمهور سلطانة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تديروا جيم.